مستمعينا من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم وإليكم عناوين النشرة. نقابة الصحفيين تحذر في تقرير الحريات من محاولات ضرب حرية الصحافة وعمليات الترهيب ضد الصحفيين، وتعتبر وجود سياسة ممنهجة لتفقيرهم. تونس تشرع في وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية بدءا من السنة القادمة، وشباب يمثلون نصف ضحايا الحوادث. وزير الصناعة يؤكد توفير 60 مليار من المليمات لتطوير شركة صنع الفولاذ، والعمال يعربون عن خشيتهم من أي تفويت فيها جزئيا أو كليا. أهلا بكم. تحتفي تونس مع سائر الدول باليوم العالمي لحرية الصحافة، وبالمناسبة أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي حول واقع الحريات الصحفية، أكدت أن هناك سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين وتهميشهم. في تقريرها السنوي لواقع الحرية الصحفية، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هناك محاولات عديدة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية لترهيب الصحفيين وضرب حرية الصحافة، وذلك من خلال عودة الممارسات الأمنية وتنامي عدد الانتهاكات ضد الصحفيين. ترهيب الصحفيين اليوم ممنهجة، سياسة ممنهجة للتخويف وترهيب الصحفيين بشكل مجاني أحياناً وبشكل غير مبرر. نرجو أنه صحافي يتم الاعتداء عليه ويتم افتكاك كاميرا متاعه، لأنه بكل بساطة اسمه صحافي. نقول أنه الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في ضمان حماية الصحفي في الميدان، سواء بتورط أعوانها في ممارسات مباشرة أو غير مباشرة في الاعتداءات على الصحفيين، أو عبر التواطؤ والتغافل في متابعة المعتدين. ولاحظنا قديش من مرة تعرضوا صحفيين للاعتداءات سواء في الميدان أو في الملاعب أو خلال تغطيتهم لبعض التظاهرات، ولم يتدخل قوات الأمن لحماية الصحفيين اللي هو دورهم الطبيعي. النقابة أكدت في تقريرها أيضا أن هناك سعي إلى توظيف القضاء لضرب حرية الصحافة من خلال مواصلة إحالتهم على معاني فصول المجلة الجزائية، وهو ما يؤشر على عدم الاعتراف بالمراسيم المنظمة للمهنة. كما أكدت النقابة أن هناك سياسة ممنهجة لتفقير الصحفيين وتهميشهم. طبعا اليوم احنا قدمنا أرقام وأرقام مفزعة، أنه تتواصل عملية الطرد التعسفي، تتواصل اليوم 180 حالة طرد تعسفي عكس السنة الفاتة سجلنا 160، اليوم حوالي 480 حالة يعني عدم خلاص أجور، أي حرية صحافة في ظل الفقر في ظل التهميش. اليوم حكومة لا يعني تلتزم بوعودها، رئيس الحكومة جاي نهار 14 جانفي وقرر جملة من الأجراءات اللي من شأنها أنه ربما تكون صمام أمان أمام عدم ضرب حرية الصحافة وأمام عدم ضرب الصحفيين. ونحن قلنا أن هذه إجراءات تاريخية، ولكن بعد ذلك لم ينفذ من أي من هذه الإجراءات. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، شددت نقابة الصحفيين على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الكشف عن حقيقة اختفاء الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشرابي في ليبيا، معلنة عن تقديمها خلال المؤتمر القادم مشروع اتفاقية مشتركة لمقاومة التشغيل الهش ومحاولات تركيع الصحفيين ووسائل الإعلام. ويعتبر الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة موعدا سنويا لتقييم وضع السلطة الرابعة. وفي تونس، ورغم تصدرها تصنيف منطقة المغرب العربي في حرية الصحافة للسنة الحالية، فإن العديد من الصحفيين يؤكدون أن التحديات المطروحة على القطاع ما تزال في حاجة إلى نضالات من أجل صحافة حرة ومستقلة. 3 مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تاريخ يحتفل به العالم إحياء لذكرى من فقدوا حياتهم في سبيل الكلمة الحرة ونقل الحقيقة. ويوافق هذه الذكرى إعلان ويندوكا التاريخي خلال اجتماع لصحفيين الأفارقة نظمته اليونسكو سنة 1991 في ناميبيا في مواجهة سنوات العنف. وينص الإعلان على أنه لا يمكن تحقيق حرية للصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية. أكثر من عقدين من الزمان مر على تخليد هذا التاريخ، لكن المطالب ما زالت نفسها، وضع حد لأعمال القمع التي يتعرض لها الصحفيون حسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة نفسه.
وينتظم الاحتفال هذه السنة تحت عنوان عقول متبصرة في أوقات حرجة، دور الإعلام في بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع. 3 مايو هو أيضا موعد سنوي لتقييم وضع حرية السلطة الرابعة والاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية المهنة. ويأتي هذا الاحتفال هذه السنة في وقت سجلت فيه تونس تراجعا بمرتبة على مستوى التصنيف العالمي لحرية الصحافة، كما كشف تقرير مركز تونس لحرية الصحافة تراجع الانتهاكات ضد الصحفيين مقابل تنامي المخاوف من تراجع حرية الإعلام والتعبير. قد أصدرت 18 منظمة أمس بيانا تؤكد فيه أن مكسب حرية التعبير والإعلام في تونس مهدد. قدمت تونس تقريرا شاملا عن حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 27 في إطار آلية الاستعراض الدولية الشاملة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. بحضور أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، قدم وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي من غربية تقرير تونس أمام أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان. الوزير من غربية استعرض في كلمته المضامين الجديدة الواردة في التقرير الثالث، مجيبا على تساؤلات الدول المشاركة بشأن جملة المسائل المتصلة بالمسار الدستوري والتشريعي والمؤسسات لحقوق الإنسان في تونس. بين ما عملته تونس من خلال بعد آخر تقرير قدم في 2012، أساسا فما دسترت كل حقوق الحريات، كذلك إنشاء الهيئات الدستورية المستقلة، كذلك معناها التركيز المجلس الأعلى للقضاء وقريبا المحكمة الدستورية، كذلك ما العمل الكبير الذي لابد أن نقوم به لموائمة معناها كل المنظومة القانونية التونسية وعلى رأسها المجلة الجزائية مع مقتضي الدستور مع المواثيق الدولية اللي أمضتها تونس وتقييم أمضات على جلهم بدون أي تحفظ. اليوم تونس بالمجد يعني ورات وجهها الصحيح والوجه اللي لازم تكون به. نعم عنا مشاكل، نعم أصلحنا، لكن ما زلنا مش نصلحوا. حزمة من الإصلاحات انطلقت فيها وزارة الداخلية في سبيل يعني تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان داخل يعني المؤسسة الأمنية، حتى تصبح المؤسسة الأمنية في تونس هي مؤسسة عمومية مفتوحة قابلة يعني للتقييم، قابلة للمساءلة. تونس اليوم بعد التجربة الديمقراطية الناجحة الكل يدعمها، حقوق الإنسان عندها من الدول اللي متقدمة في مجال حقوق الإنسان. طبعا احنا كلنا واقفين مع تونس. وفي الوقت الذي أشادت فيه الدول المشاركة بما ورد في التقرير الشامل حول حقوق الإنسان في تونس وأوصت بمواصلة العمل في هذا المجال بنفس الوتيرة، فإن الهيئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب وباقي منظمات المجتمع المدني التونسية المشاركة في أعمال الدورة لم تتوانى عن توجيه بعض الانتقادات. هذا الكل به وفرحنا احنا اليوم يعني فهمتني، تبقى الجست احنا نحب موائمة اللي يجي في الدستور والناس تقول فيها موائمته مع المشاريع مع التشريع الجديدة. تعليت انه تأخر اللجان، تأخر التشريع، هناك مذكرات، هناك تعليمات، لكن في واقع الأمر التونس بكلك يعرفوا اللي على أرض الواقع التونسي مازلت حقوقه الاقتصادية، حقوقه في الحفاظ على كرامته مازلت منتهكة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وإحنا في خلال كل صياغة المشروع القانون تمت بالتشاور وبالعمل وبالاشتراك مع هيئة حقوق الإنسان مع عديد الهيئات والمنظمات. وقد أجرى الوزير بن غربية سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من بينهم نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة كاتو فيلمو. كما عقد الوزير مهدي بن غربية جلسة حوار مع منظمات المجتمع المدني. الوفود المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان تابعت باهتمام بالغ تدخلات الوفد التونسي للوقوف على التحولات الإيجابية التي تنتظرها المجموعة الدولية من تونس المصممة على احترامها وتبنيها بالكامل لحقوق الإنسان الكونية. من مقر الأمم المتحدة بجنيف، عبد الوهاب القايد، التلفزة الوطنية التونسية. وخلال أشغال الأسبوع البرلماني التونسي ببروكسل تم التأكيد على تكوين لجنة برلمانية تونسية أوروبية في القريب العاجل تكون مهمتها تحديد أولويات تونس في المرحلة الراهنة وضبط مجالات تدخل دول الاتحاد الأوروبي بدقة ووضوح. وقد تناولت الأشغال أيضا مواضيع تهم بالخصوص استرجاع الأموال التونسية المنهوبة والمهربة بدول الاتحاد الأوروبي ودعم المنتوج الفلاحي التونسي إلى جانب ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. خلال لقائه اليوم برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، تعهد رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي جوزيف دول
بتنفيذ توصية رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني المتمثلة في الضغط على حكومات الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي لتنفيذ ما جاء في لائحة سبتمبر 16/2000 الداعية إلى تحويل ديون تونس إلى استثمارات، مسألة شدد عليها محمد الناصر خلال إشرافه بعد ظهر اليوم مع أنطونيو تاجاني على اجتماع مغلق لرؤساء الكتل البرلمانية من الجانبين التونسي والأوروبي، تناول عديد القضايا. على البرلمان الأوروبي أن فيه بما سبقا وعد به تونس وما سبقا التزم به لفائدة تونس من حديث على تحويل الديون التونسية إلى استثمارات، من حديث على مشروع مارشال من أجل تونس، من حديث على مساعدة ومساندة حقيقية لتونس لاسترجاع أموالها المنهوبة والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دولار. لاحظوا التعطيل الموجود في استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة في البلدان الأوروبية، أنا حاب قدم في التقرير بتاعهم توسع الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل هذه البند ذايا والتسريع فيه، تسريع في الإجراءات. أيضا فيه النقطة الثانية أنهم مستعدين يقدموا مساعدات لتونس لأجل إرساء الحكم الرشيدة ومقوم الفساد بتعصير الإدارة. البرلمان الأوروبي لديه معناها قضية رئيسية يطرحها، هي قضية معناها الاتفاقية المتعلقة بالجانب الزراعي والخدمات الأيليكا، وهذه طبعا حتى في النقاشات العامة في الجلسات العامة هناك تحفظ كبير من قبل البرلمانيين التونسيين والشروط. وقد أبدى نواب البرلمان الأوروبي خلال الاجتماع المغلق وأيضا خلال ورشات العمل التي جمعتهم بأعضاء مجلس نواب الشعب إعجابا بنجاح التجربة الديمقراطية في تونس واستعدادهم لتبادل الخبرات فيما بينهم لتجاوز الصعوبات التي تواجهها تونس في مختلف المجالات. عندما نتحدث عن النمو الاقتصادي وعن الجانب الاجتماعي نتحدث عن التحدي الأهم في تونس، لأنه على المستوى السياسي هناك تقدم كبير في الاتجاه الصحيح جعل من تونس نموذجا في العالم العربي وليس فقط في شمال أفريقيا، ولكن أيضا هناك في المقابل تخوف من خيبة أمل الشباب والمجتمع المدني بسبب الأزمة الاقتصادية. لقد تمكنا من التطرق إلى العديد من المسائل المختلفة، من بينها طريقة عمل الأحزاب السياسية واتفاقية التبادل الحر والمعمق مع تونس، ومكانة المرأة والشباب ودور المجتمع المدني، وأيضا الجماعات المحلية، وأنتم مقبلون على انتخابات بلدية. هذا وتناولت ورشات العمل في أشغال اليوم الثاني لأسبوع تونس في البرلمان الأوروبي عديد المسائل، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. لقاء رؤساء الكتل البرلمانية مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي لم يكن لقاء الالتماس بقدر ما كان لقاء المطالبة المستحقة بإيفاء الاتحاد الأوروبي بتعهدات سابقة قطعها على نفسه لمساعدة تونس في أمهات التحديات المطروحة عليها. للقناة الوطنية الأولى سماح الخاسي اللاجمي، بروكسل. وفي تونس استقبل رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أفاد أن اللقاء بحث الوضع الأمني والاجتماعي بالبلاد واستعرض مؤشرات انتعاشة الاقتصاد الوطني إضافة إلى مدى تقدم برنامج الإصلاحات الهيكلية الكبرى. واستقبل رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي بقصر قرطاج وزير الخارجية النرويجي بورج براندي في ختام زيارة رسمية يؤديها إلى تونس. وقد أدى الضيف إثر لقائه رئيس الجمهورية وقد أفاد الضيف إثر لقائه رئيس الجمهورية أن قرار بلاده فتح سفارة مقيمة في تونس يعكس حرص السلطات النرويجية عطاء دفع جديد لعلاقات التعاون بين البلدين. وأبرز وزير خارجية النرويج الذي يزور تونس على رأس وفد من رجال الأعمال النرويجيين استعداد الصندوق السيادي النرويجي وهو أكبر صناديق سيادية في العالم لمزيد الاستثمار في تونس. رئيس الجمهورية ثمن من جهته اهتمام النرويج كبلد عريق في الديمقراطية بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، مرحبا بقرار إعادة فتح سفارة النرويج بتونس.
أسفر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة في ولاية القصرين حوالي الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم أثناء القيام بعملية تمشيط عن إصابة ضابط عسكري. من جهتها أفادت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين أن العسكري الذي لحقته إصابات متفاوتة الخطورة على مستوى ساقيه ويديه تلقى الإسعافات الضرورية، وسيتم هذا المساء إجراء عملية جراحية على مستوى إحدى ساقيه. أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم أحكامها في قضيتي الأحداث الإرهابية بشباو بولاية منوبة ومقتل حارس استراحة كائنة بشط الجريد، واللتين جدتا يومي 23 و24 أكتوبر 2014. وقال سفيان الصليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء إن ملف القضية شمل 20 متهما، 4 منهم لهم علاقة بملف الاشتباكات المسلحة التي جدت بحي الوردة التابعة لمنطقة شباو وخلفت مصرع 6 أشخاص بينهم 5 نساء. وقد قضت الدائرة بعد التفاوض بالحكم بالأعدام في حق أحد المتهمين، وذلك من أجل جريمة قتل نفس بشرية عمدا وإدانته، أيضا بالسجن 12 عاما من أجل جريمة إرهابية وهي الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق الصليط الذي أضاف أن المحكمة قضت كذلك بإعدام متهم ثاني من أجل المشاركة في جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الترصد. أما بقية الأحكام فقد تراوحت بين عدم سماع الدعوة والسجن لمدة 32 عاما. نظمت وزارة الشؤون الدينية ورشة تفكير حول محورية دور المرأة في التصدي لآفة الإرهاب، ورشة تهدف إلى صياغة مقاربة شمولية تتدخل في الجوانب الدينية والتربوية والاجتماعية والقانونية من شأنها التصدي للإرهاب. يدرك القائمون على وزارتي الشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة بأهمية استحضار الدلالات الرمزية للحظة التي منعت فيها الطالبة خولة رشيد إنزال راية العلم واستبدالها بأخرى، وبمحورية دور المرأة في مختلف مناحي الحياة وخاصة في التصدي لظاهرة الإرهاب. سياق يجعل من التفكير أكثر من ملح في أهمية دور المرأة في التصدي لتلك الآفة. خولة رشيدي منعت إنزال العلم هذا في لحظة نعتبرها لحظة معبرة ولحظة عبرت بها على الملتقى هذا في فعل بعيد عن القول. احنا قاعدين نفكروا في كيفية التوقي من هذه الظواهر بإنشاء أسر متوازنة وبإنشاء كذلك مواطنين متوازنين يعرفوا شنو الحوار ويعرفوا شنو النقاش ويعرف كيفاش يتسامح مع الآخر. القاضية روضة العبيدي التي شاركت في فعاليات ورشة التفكير حول محورية دور المرأة في التصدي لآفة الإرهاب تقدر أن التوقي من آفة الإرهاب لا يتم بصياغة مقاربات منفصلة للتعاطي مع موضوع المرأة والإرهاب، وإنما يتم عبر التفكير في مقاربة شمولية تتداخل فيها الجوانب التربوية والدينية والنفسية والاجتماعية والقانونية. اليوم راه ما هوش سباق، سباق كل واحد وقتاش باش يعمل استراتيجية. اليوم ما ثماش استراتيجية أمنية واستراتيجية قضائية واستراتيجية اجتماعية واستراتيجية صحية واستراتيجية، لا، ثم استراتيجية اللي تكون مدروسة من كل المتداخلين في مواجهة الإرهاب. علاوة على ذلك أسئلة أخرى يطرحها المتابعون لملف المرأة والإرهاب، وهي كيف يمكن للمرأة أن تكون رمزا للحياة والموت، وكيف يمكن للمرأة المتعلمة والمثقفة أن تصبح عنصرا فاعلا في العمليات الإرهابية. أسئلة قد تجد أجوبة في ختام أشغال ورشة التفكير حول محورية دور المرأة في التصدي للإرهاب. عقد أعضاء مجلس القضاء المالي اجتماعا تم خلاله انتخاب رئيس مؤقت وهو القاضي نجيب القتاري ونائبه المؤقت من غير القضاة الخبير المحاسب مهدي معزون في انتظار استكمال التركيبة. بتجاربهم المتنوعة ومبادرتهم التطوعية والتوعوية أثث المشاركون في القرية العالمية الشبابية للسلامة المرورية بشارع الحبيب بورقيبة أجنحتهم. القرية تنتظم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي 13 للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات.
عدد كبير من الشباب من مختلف الجهات وأربعون وفدا شبابيا من مختلف دول العالم أثثوا بتجاربهم المختلفة ورشاتهم المتنوعة ومبادراتهم التطوعية فضاء القرية العالمية شبابية للسلامة المرورية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، قرية يندرج تنظيمها على هامش المؤتمر العالمي 13 للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات. فما أكثر من 40 دولة مشاركة، دونك يعني 40 تجربة، 40 مجال متاع خبرات اللي نجموا نكتسبوه ونجموا نستنفعوا منه كتوانسة كشباب تونسي، وهذا يعاوننا باش نبنيو استراتيجية ونحطوا حجر الأساس في استراتيجية كاملة اللي نجموا نقفوا عليها ونحدوا من حوادث الطرقات وخاصة نحدوا من الخسائر البشرية من حوادث الطرقات. وقد قدم المشاركون في هذه القرية أنشطة تثقيفية توعوية تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية لدى الشباب وتوعيتهم بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية، وتعاون مشترك بين كل الجهات الأطراف المنظومة المرورية بحيث نتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة وبما يعود على النفع على تحسين مستوى منظومة السلامة المرورية في الوطن العربي. نحاول نمر مختلف التجهيزات الفنية اللي عنا، التجهيزات الفنية بطبيعة بالتكنولوجيا خاطر تطور التجهيزات ما عادش كيما موجودة قبل. التجهيزات هذه تسهل من جهة خدمة الأمن باش يكون خدمته في أحسن الظروف، ومن جهة أخرى تقدم سيرفيس أحسن للمواطن. وقد اطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أبرز مكونات هذه القرية، كما زار المعرض الوثائقي للذكرى 55 لتأسيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. والعمل نتاعنا كان متركز على الإعلام وعلى التوعية، كانت عنا في الإذاعة الوطنية ساعة كل جمعة، معناها يجيوا الناس وعندنا خبراء يجيوا يحكيوا على الوقاية وعلى كذا وعلى كذا، ما كانش فما قوانين مضبوطة برشا، حرصنا باش الكود لاروت يتعاود وقتها راهو. وقد تضمنت القرية أيضا معرضا للفنون التشكيلية في مجال السلامة المرورية. انطلقت اليوم بتونس أشغال المؤتمر العالمي 13 للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات الذي تحتضنه تونس، وأكد الحاضرون خلال المؤتمر ضرورة إلاء هذا الملف الأولوية اللازمة للحد من النسب المرتفعة في العالم لحوادث الطرقات. اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاح أشغال المؤتمر العالمي 13 للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات الذي ينعقد لأول مرة في تونس، اعتبر أن السلامة على الطرقات قضية شائكة تؤرق كل المجتمعات، سيما ما تخلفه من حوادث المرور من ضحايا يفرض اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تغيير السلوك وما يوافق ذلك من تبني الحلول الجذرية وبالسرعة المطلوبة، مؤكدا عزم الحكومة على الارتقاء بمسألة السلامة المرورية إلى مرتبة القضية الوطنية. وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة عدة إجراءات من بينها إقرار مراجعة عميقة وإصلاح شامل لمنظومة رخص السياقة والجولان، وكذلك دعم البلديات وتمكينها من الموارد المالية والبشرية الضرورية للحد من حوادث المرور. للمجلس الوطني للسلامة المرور للنظر في جلسته القادمة في مدى حاجة البلاد إلى بعث هيكل تكون مهمته الإشراف على ملف السلامة المرورية وما يستوجبه ذلك من تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المتداخلة من وزارات وبلديات وقطاع خاص ومجتمع مدني وتمكينه من الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمته كسلطة عليا مستقلة للسلام على الطرقات في أحسن ظروف. شروعي في وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تمتد على فترة من 2018 إلى 2025 وتتماشى مع واقعنا الاجتماعي من وجهة وتأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في هذا المجال من جهة أخرى، أشارك أيضا فيها جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة مع التأكيد على الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص والكفاءات الجامعية ضمانا لنجاعة أكبر. المشاركون في المؤتمر العالمي أكدوا خلال مداخلاتهم على ضرورة إلاء ملف السلامة المرورية الأولوية، مؤكدين على الجانب التوعوي والتثقيفي في المسألة. الموضوع اللي هو مهم جدا وهو السلامة المرورية اليوم هذايا من أولوية من أولويات وزارة النقل وحكومة الوحدة الوطنية عطينه أهمية، نعرفوا اليوم السلامة المرورية هو معناتها موضوع متشتت نوعا ما في تونس، تجم تقول كل عديد من الوزارات تعنى به، تعاون مع وزارة الداخلية والوزارات المتدخلة في الموضوع، قدمنا ملف لإحداث الهيئة العليا اللي أعلن عليها سيد الرئيس اللي هي معناتها باش تكون
واضع لكل الاستراتيجيات تنقيس من حوادث الطرقات ومنظومة السلامة المرورية بصفة عامة. العمل متاعنا وضع القوانين والكل مهم جدا، ولكن في نفس الوقت الدور اللي يقوموا به المجتمع المدني في إطار حملات التحسيسية راه مهم جدا وعنده دور مهم في تنقيس من حوادث الطرقات في تونس، لأن لأول مرة تونس تحتضن مثل هذه المؤتمرات على مثل هذه المستويات. يعني كل هذه القرارات اللي تم الإعلان عنها من طرف السيد رئيس الحكومة يعني اللي نحبه من وراءها هو محاولة أقصى ما يمكن التقليص من عدد الضحايا خلال سنة 2017، رغم البداية يعني الغير مشجعة في الثلاثة أو الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017، حيث عدد الضحايا يعني تنامى شوية بالنسبة لسنة 2016. اليوم نتكلم على مستوى العالم عن مليون وثلاثمائة ألف قتيل. نريد أن نطور، أن نتكلم عن تطوير بنية تحتية دون أن نثقف الناس. الأساس هو أن تضع استراتيجيات واضحة المعالم كما وضعها فخامة الرئيس اليوم. المرورية يعني التحديات والرهانات، وهذا يعني بالأساس راجع إلى أهمية الحوكمة في مجال السلامة الطرقية، على اعتبار أنه في العصور الحالية أو يعني في السنوات القليلة الماضية هناك إكراهات اقتصادية بالنسبة لكل الدول، وبالتالي يجب يعني وضع حوكمة للاعتمادات المالية والبشرية التي يعني تبدلها أو التي تقوم بها أو التي تحركها كل الدول في مجال السلامة الطرقية. الهدف الأساسي هو يعني التناول من ناحية العلمية موضوع من الأهمية بما كان، وهو موضوع حوكمة السلامة المرورية. حينما نتحدث عن حوكمة السلامة المرورية هو كيفية ملائمة الإمكانيات المادية والبشرية يعني مع المتطلبات ومع الحاجيات ومع الأهداف المسطرة بالنسبة لكل المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. من هذا المنطلق يعني التجارب الدولية التي سوف يتم تقديمها من خلال كل المداخلات يعني هي من الأهمية بما كان، وسوف تقاسم هذه التجارب مع الإخوان في تونس ومع باقي الشركاء وباقي يعني المتدخلين والمشاركين في هذا المؤتمر العالمي. ويأتي هذا المؤتمر في وقت تسجل فيه 1,200,000 قتيل سنويا في العالم، إضافة إلى قرابة 50 مليون مصاب. انتظم بالقصر الرئاسي بقرطاج موكب تسلم خلاله رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أوراق اعتماد 5 ممثلين دبلوماسيين جدد بتونس، وهم سفراء فوق العادة مفاوضين لدول النمسا ورومانيا ومالي وملاوي والسلفادور. وقد حضر موكب تسليم السفراء الجدد المعتمدين بتونس لأوراق اعتمادهم وزير الخارجية خميس الجهناوي. رافقت زيارة وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ موجة من الاحتجاجات من طرف الأعوان رافضين القانون الجديد لتصدير الفضلات من الحديد، والذي يمثل وفق تعبيرهم تهديدا لديمومة الشركة. منع أعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري من دخول شركة الفولاذ، ورفع المحتجون شعارات منادية برحيله. حالة من الاحتقان تأتي وفق المحتجين بعد مصادقة مجلس النواب على قانون يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد. احنا خايفين التفويت فهمتي في الشركة هذه، واحنا هذه روحنا. مرحبا بك سيد وزير الصناعة، تجي تعطينا شنو اللي جيتني به الفولاذ؟ تدخل لي الداخل باساج افيد فولاذ يمشي والحمد لله، وبعد تطلع غادي الوزاره وتخرج شنو باش تقرر. بعد تمرير مشروع تصدير ماده الخرده اللي هو يمثل غلق لشركه الفولاذ، يعني ماده الخرده هذه ماده استراتيجيه، الماده الوحيده اللي يستهلكها الفولاذ تستهلكها شركه الفولاذ. مش مقبول انه يمنعوا وزير من الدوله باش يدخل، وانا اصريت باش ندخل ورفضت باش نتحاور معاهم خارج المؤسسه، وما عندهمش حق باش يمنعوني باش ندخل كوزير في الدوله التونسيه الى مؤسسه هي ملك الدوله التونسيه. هذا يلزم يكون واضح، ويلزم الناس اللي غلطت تعتذر، ويلزم اتخاذ كل الاجراءات. احتجاجات تواصلت داخل المؤسسه رغم تاكيد وزير الصناعه والتجاره للمحتجين عمل الحكومه على المحافظه على شركه الفولاذ وتطويرها،
أن ما يقع ترويجه من أخبار زائفة هو محاولة لخلق حالة من الاحتقار. ما أقرناه في موضوع الخردة باش يوفر 60 مليار من المليمات للشركة. اليوم جزء من الناس اللي قاعدين يغالطوا، معناها قاعدين يخبيوا في المعلومات هذه، واللي أكدت عليه هو أنه إحنا ملتزمين بالشركة وبتطويرها والنهوض بها. نطالبوا بالعدول على تصدير مادة الخردة هذه. توجاء الوقت اللي إعادة المراهنة على شركة الفولاذ والاستثمار فيها وتجديد معداتها وتوسيع طاقة إنتاجها. كما كانت مشاغل قطاع الصناعة والتجارة محور لقاء جمع بمقر ولاية بنزرت وزير الصناعة والتجارة بعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وعدد من المستثمرين. تناول بالأساس مشاكل تهيئة المناطق الصناعية وتأهيل المسالخ بالجهة. يلزمنا مسلخ جهوي يضم الناس الكل وصحي، على خطر صحة المواطن هي أهم من كل شيء. عندنا مشاكل عقارية ما تخص خاصة بالنسبة للباعثين الشبان اللي يحبوا يستثمروا في الولاية. نروجوا لعدد من المناطق الصناعية الموجودة كما منطقة صناعية بغزالة وسجنان، مزيد الترويج لهذه المناطق الصناعية الحاضرة واللي تنتظر اليوم في المستثمرين. هذا وطالبت مكونات المجتمع المدني خلال الجلسة بأهمية إحداث فضاء تجاري قار من المنتج إلى المستهلك بمركز الولاية وتوفير السوق. رغم محدودية عددها، استطاعت المشاريع التونسية التي استقرت في موريتانيا إثبات أهميتها وكفاءة التونسي في تسييرها وتطويرها، على غرار أحد المشاريع المختصة في إنتاج الدهن الذي انتصب في العاصمة الموريتانية نواكشوط. تعيش العاصمة الموريتانية نواكشوط على وقع خطة إحداث بنية تحتية متطورة تستجيب لمتطلبات العصر والحداثة من خلال إنشاء شبكة طرقات متكاملة وتزيين واجهات البنايات وأرصفة الطرقات، معطى ساهم في إنجاح مشروع تونسي لإنتاج جميع أنواع الدهن. مشروع استقر في قلب العاصمة نواكشوط منذ سنة 76 وتسعمائة وألف، لكن تطوره لم يتحقق إلا منذ دخول تونس كشريك في المشروع منذ سنة 2000 بالاعتماد على الكفاءات والقدرات التونسية. كانت هنية البرودكسيون محدودة في لابنتير تراديسيونال، دخلنا دوتر فورميل دوتر برودوي من ديفرسيتي كبيرة، دخلنا لابنتير ديكوراتيف، دخلنا لابنتير اندستريال، لابنتير مارين. ويعتمد المشروع على التوريد الكلي للمواد الأولية من تونس، توريد معفى من الضرائب الجمركية الموريتانية. هذا يمكننا باش قيمة الانتاج متاعنا ما يفوتش قيمة المواد المستوردة، البرودوي فيني مستورد. إذا بالطريقة هذه ممكن نلقاو وجودنا لهنا ونلقاو تسهيلات في البيع. ويعتبر المشروع وفق مسيريه نموذجا متطورا في إنتاج مادة الدهن في موريتانيا ومساهما في تقليص توريدها من بلدان أخرى، ويحتكر قرابة 90% من سوق استهلاك الدهن. رغم النجاح الذي يحققه المستثمر التونسي في السوق الموريتانية المفتوحة التي تستورد جل منتجاتها، يظل تواجده ضعيفا مقارنة بغيره من المستثمرين. أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء بأن المعابر البرية الحدودية بين تونس والجزائر تعمل بصورة عادية منذ صباح اليوم، ولا صحة لما يروج حول غلق مؤقت لهذه المعابر بداية من اليوم. وتداولت مواقع إعلامية أن الجزائر قررت غلق كافة المعابر الحدودية البرية مع تونس مؤقتا بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة الخامس من ماي، وهو ما تم نفيه.
وتعيش الجزائر على وقع الصمت الانتخابي في انتظار يوم الحسم، حيث ستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخب الجزائري في انتخابات تشريعية يرى المراقبون أن المنافسة فيها ستكون شرسة بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة. في التقرير التالي تقديم لأبرز الأحزاب المشاركة في هذا الموعد الانتخابي. بعد حملة انتخابية دامت 3 أسابيع حاول خلالها المترشحون للانتخابات التشريعية الجزائرية إقناع الناخبين البالغ عددهم 23 مليون ناخب بجدوى برامجهم وجديتها في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الجزائر. يفسح المجال للمقترعين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يتنافس فيها عبر الاقتراع المباشر والسري 1100 مرشح. سيتم انتخاب 462 منهم لشغل مقاعد المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى من البرلمان. أما الغرفة الثانية فهي مجلس الأمة، ويتم انتخاب ثلثي أعضائها بالاقتراع غير المباشر، بينما يعين الرئيس الثلث المتبقي. 57 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة يتنافسون في هذه الانتخابات، من أبرزها حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم، والذي يعد من أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر. هو وريث جبهة التحرير التي فجرت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان قد تحصل على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني في انتخابات 12 و2000. حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويعد القوة السياسية الثانية في البلاد، هو حزب شريك في الحكومة يتولى أمانته العامة أحمد أويحيى، وحل في المرتبة الثانية خلال انتخابات 2012 بحصوله على 68 مقعدا. ويعتبر حزب العمال الذي يشارك في هذه الانتخابات القوة السياسية الخامسة في البرلمان، وتتزعمه مرشحة الرئاسة السابقة لويزا حنون منذ تأسيسه سنة 1990. أما جبهة القوى الاشتراكية فيصنف بأنه أقدم حزب يساري معارض في الجزائر، أسسه الزعيم التاريخي الراحل حسين آية أحمد، ويتمتع بشعبية كبيرة في منطقة القبائل، وحل في الانتخابات الأخيرة رابعا ب26 مقعدا. وتشارك الأحزاب الإسلامية في هذه الانتخابات بقطبين كبيرين، يضم الأول أحزاب حركة النهضة وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية، بينما يضم الثاني حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. ويخيم شبح العزوف والمقاطعة على هذه الانتخابات التي تنتظم وفق دستور جديد للبلاد تم تبنيه في شهر مارس من السنة الماضية. قبل 4 أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتواجه مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية أخيرة وحاسمة. شهدت فرنسا أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحين للرئاسة عام 1974، جمعت حينها بين فرانسوا ميتيران وفاليري جيسكار ديستان، الذي استطاع من خلالها قلب الموازين لصالحه. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المناظرة التلفزيونية في فرنسا من أهم مراحل الحملة الانتخابية للمرشحين، اللذين غالبا ما يخوضان حربا كلامية شرسة لاستقطاب الأصوات والتأثير على نوايا التصويت. إيمانويل ماكرون ومارين لوبان مرشحان يقفان على طرفي نقيض، ويخوضان الليلة آخر مواجهة بينهما في سباق الإليزي، سباق يرجح المراقبون أن الحسم في نوايا التصويت للطور الثاني منه يبدأ فعليا الليلة مع انطلاق المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين المرشحين. مواجهة يسعى الطرفان من خلالها إلى استمالة نحو 20% من أصوات المترددين للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم. ومن المتوقع أن يكون النقاش حادا، خاصة فيما يتعلق بدور فرنسا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فضلا عن الوضع الاجتماعي والأمني في فرنسا. المواجهة لن تكون سهلة أيضا في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وفي ظل تأييد شباب المدن والطبقات الوسطى وأوساط الأعمال لخطاب ماكرون ليبرالي بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، مقابل تأييد الأوساط الشعبية وسكان الأرياف لخطاب منافسته لوبان المناهض للهجرة.
الهجرة والمشروع الأوروبي. وتأتي هذه المناظرة الحاسمة وسط مخاوف من الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد القادم، وتضعف الدعوات من قبل فنانين وسياسيين وجمعيات ووسائل إعلام لدعم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون وقطع الطريق أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. وفيما تتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة فوز مرشح الوسط ماكرون، يتواصل انحدار الفارق مع لوبان في حين تحافظ نوايا مقاطعة التصويت على نسبة 22% إلى 28%، ما يجعل من الغموض سمة الطور القادم من الانتخابات بامتياز. في أخبار رياضة، حسم النجم الرياضي الساحلي لفائدته قمة مواجهات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بفوزه على النادي الإفريقي، واحتفظ الترجي بموقعه في الصدارة، فيما حقق النادي صفاقسي الفوز على نجم المتلوي. تابع النجم الرياضي الساحلي مسيرته في المراهن على لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم محتفظا بموقعه الثاني ترتيب العام بفارق نقطة وحيدة عن منافسه المتصدر ترجي العاصمة أثر تغلبه بهدفين مقابل هدف على مضيف نادي الإفريقي في قمة مواجهات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج التي استضافها أولمبيرادس دون جمهور عشية اليوم. الإفريقي حسمت لديه الأمور تقريبا منذ مواجهة الديربي الأخيرة، وما خلفته الهزيمة والابتعاد منطقيا عن كل مراهنة على اللقب، زد على ذلك تداعيات أحداث المدارج وما تلاها من قرارات متشعبة في ظرف 48 ساعة ألقت كلها بظلالها على فريق باب جديد الذي يبدو أنه رمى المنديل أمام منافس سعى لانتزاع نقاط الثلاثة في سباق محموم نحو التتويج، وكان له ما أراد من خلال ثنائية حملت توقيع كل من البرازيلي ديوغو أكوستا في الدقيقة 25 وحمزة الأحمر من ركلة حرة مباشرة أواخر شوط المباراة الأول مقابل هدف علي العابدي في الدقيقة 51، لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة رغم المحاولات اليائسة لأصحاب الأرض الذين اكتفوا بعشر نقاط مقابل 19 نقطة لفريق جوهرة الساحل. وبثنائية نظيفة في شباك مضيفه اتحاد بن قردان عاد ترجي العاصمة بنقاط الثلاثة رافعا رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة بفضل هدفي كل من طه ياسين الخميسي من علامة الجزاء في الدقيقة 23 وأنيس البدري في الدقيقة 52 ليراوح صاحب الضيافة مكانه أسفل الترتيب بنقطة وحيدة. أما بملعب الطيب المهيري فقد نجح النادي الصفاقسي في بلوغ النقطة التاسعة وتقليص الفارق لنقطة وحيدة بينه وبين النادي الإفريقي إثر فوز كاسح بثلاثية نظيفة أمام ضيفه العنيد نجم المتلوي صاحب النقاط التاسعة ولكن بفارق الأهداف. فبعد فترة أولى شهدت تفننا في إهدار الفرص توفق فريق عاصمة الجنوب في بلوغ شباك الضيوف بعد انتظار دام 72 دقيقة عندما تمكن ياسين مرياحة من افتتاح التسجيل من علامة الجزاء في مناسبة أولى ليأتي الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط عبر فراس حواطة قبل أن يختتم زميله هاني عمام الثلاثية في الدقيقة 85. إذن ختم نشر مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. نقابة الصحفيين تحذر في تقرير الحريات من محاولات ضرب حرية الصحافة وعمليات الترهيب ضد الصحفيين، وتعتبر وجود سياسة ممنهجة لتفقيرهم. تونس تشرع في وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية بدءا من السنة القادمة، والشباب يمثلون نصف ضحايا الحوادث. وزير الصناعة يؤكد توفير 60 مليار من المليمات لتطوير شركة صنع الفولاذ، والعمال يعربون عن خشيتهم من أي تفويت فيها جزئيا أو كليا. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.